تعالى وبركاته. كيف دايرين؟ اش اخباركم؟ مشاهدين لاباس عليكم؟ شكرا. عاودوا اليوم بغيت نصايب واحد شويه لومليت بالبروكولي. قلت علاش لا ما نشاركوش معاكم. غادي ناخذ هاد البروكولي غادي نقطعو. بسم الله نقطعو هكا وناخذ هاد الاغصان ديالو نحيد منهم بحال هكا هاد الحاجات اللي زايدين هنا هاد الوريقات وهاد الشيء اللي تكون بحال هكا ماشي هي هذيك. تنحيدها تنديرو شويه الماء باش نغسلوه نرقدوه شويه الماء نفرق هاد الشعيرات كلهم بحال هكايا هاد الاغصان ديالو نقطع هاد يكونو هكا صغار نقص منهم شويه من هاد الجدر نبقى غادي معاه بهذه الطريقة تنقطع كل شيء هذا الشيء اللي عندي أنا نقيت البروكولي كله ديالي خضيت هاد الجدر ديالو تا هو نقيته حيدت غير هاد اللي كيكون شارف شوية قاسح دابا غادي نغسل هاد البروكولي مزيان نظفو مزيان بالماء نغسلو شي جوج مرات ولا ثلاثة مزيان ونديرو يتبخر في الكسكاس ولا يمكن ليكم تسلقوه في شويه الماء والملح انا غادي نديرو يتفور حتى يطيب ونرجع معكم باش نصايبو لومليت هذا هو البروكولي بخرته مع شويه الملح غادي ندوز نقطعو هكا قطعو كلو نقطع هاد البروكولي كلو بهاد الطريقة بعد ما قطعت هاد البروكولي غادي نخلي الجانب هنا يبرد شوية باش ما يطيبش ليا البيض غناخد واحد آنية غادي نفكس فيها هاد البيضات هاد البيضات غادي نزيد عليهم شويه البزار وشويه الملح غادي نطرب هذا البيض مع شويه البزار والملح مزيان ونتسنى يبرد شويه هذا البروكولي نزيدو عليهم نزيدوش عليهم سخون باش ما يطيبش ليا البيض هذا هو البيض اللي ضربناه مع شويه البزار والملح وشويه البروكولي مقطع غادي ناخذ واحد المقله ما تكونش قصه هادي ندهنها بشويه الزبده وغادي نخوي فيها واحد الكميه من هذا الخليط ديال البيض والبروكولي نسرحو شوية هكا على المقلة غادي
نشعل عليها النار ونغطيها ونخليها تطيب شوية ونقلبها للجهة الأخرى. هذا هو الأومليت ديالنا ديال البروكولي. نقدر ندير عليه قطرات ديال زيت الزيتون هذا هو الأومليت موجود، يمكن لينا نوجدوه في الفطور ولا نوجدوه في الكوتي. نتمنى يعجبكم. شكرا على المشاهدة، تابعوني وإلى اللقاء.